السلام عليكم. سبق وأن قلنا في فيديو سابق موجود في القناة أن الاتحاد الأوروبي يلح على الدخول على خط المشروع الغاز الجزائري النيجيري، ويريد يعني شراكة، يلح على الشراكة مع الجزائر خاصة يعني ضمان الامدادات بتاع الغاز نحو اوروبا بسبب الازمه الاوكرانيه مع روسيا. والان الوزير نتاع الخارجيه نتاع اسبانيا يقول لك باللي المشروع نتاع ميدكات هذايا اللي تم اعاده احيائه بعد ما يعني المشروع هذا يعني بداوا فيه يعني في الاي تي لونسي في 2013، ولقى رفض من فرنسا لعبور اراضيها، لان هذا الانبوب نتاع الغاز من الجزائر نحو اسبانيا لا يستطيع الذهاب الى دول الشمال من المانيا او دول اوروبيه بدون ما يقطع الاراضي الفرنسيه. لكن فرنسا رفضت رفضا تاما لعبور هذا الانبوب تاع ميدكات، المشروع تاع ميدكات هذا باش يمر على اراضيها. والان فيه تقارير اوروبيه تقول بان الاتحاد الاوروبي يعلق امال كبيره على المفاوضات اللي راح تجرى بين ماكرون ورئيس تبون في الجزائر حول امكانيه عوده يعني تغيير الراي نتاع فرنسا فيما يخص هذا المشروع وقبول المشروع تاع ميدكات، وان حيث ان الانابيب هذه تمر باش تمر الانابيب هذا على فرنسا. اذا هذا هو. وكذلك اسبانيا هي اللي راهي تضغط، لان المتضرر الاكبر هو اسبانيا، هي اللي راهي تضغط على الاتحاد الاوروبي، والان اصبحت تتخبى وراء الاتحاد الاوروبي. ما بقاتش، لان الوزير هو يقول بانه ما بقاتش مفاوضات ثنائيه من بين الجزائر واسبانيا حول مشروع ميدكات، ولكن المشروع هذا سوف يحل او سوف يجسد في اطار مشروع الشراكه ما بين الجزائر ونيجيريا من طرف والاتحاد الاوروبي بصفه عامه. وهذه والاطار يعني الاطار الافضل، الاطار الاصح هو اللي تكون فيه شراكه مع الاتحاد الاوروبي بصفه عامه. وكذلك يعني الاسبانيا عندهم يعني دي زارير بونسي، كاين امور اخرى هي كاين فيه يعني منافسه بين اسبانيا وايطاليا على الظفر ب يعني الوضعيه الاستراتيجيه نتاع البلد المصدر او العابر اللي منه تعبر امدادات الغاز نحو اوروبا. هل اسبانيا هي اللي تظفر بهذا يعني الستاتي او ايطاليا؟ خاصه وانه نعرف باللي الكميه تاع الغاز اللي تمر عبر اسبانيا ضعيفه بالنسبه اللي عندما نقارنوها بالكميه اللي تمر على ايطاليا، حيث انه في يعني الاسبانيا يعني من السنوات القليله يعني الماضيه كانت تمر عليها حوالي 30 مليون متر مكعب، 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. اما ايطاليا فيمر عليها 86 مليون متر مكعب يوميا، وعاد الان اصبح 140 مليون، سوف يصبح 140 مليون متر مكعب يوميا بعد الاتفاقيات اللي صارت في الايام الاسابيع الماضيه بين الجزائر وايطاليا بمناسبة زيارة رئيس تبون إلى إيطاليا. فتطورت يعني في زيادة للكمية التي سوف تذهب نحو إيطاليا إلى 120 مليون متر مكعب يوميا، وبما يعني في أثناء أنه باتجاه إسبانيا الكمية لا تتجاوز 30 مليون، يعني ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما هو يعني مقرر مع إيطاليا. إذا هذا هو الجديد نتاع المشروع نتاع الغاز. فيه يعني انتظار يعني ترقب من جانب الاتحاد الأوروبي لنتائج نتاع الزيارة تاع ماكرون للجزائر
يعني وهذا هو الفولي، يعني الجانب نتاع الزياره نتاع ماكرون للجزائر من ناحيه الطاقه، هو اعاده احياء مشروع ميدكات المتجه نحو اسبانيا، هذا هو، واعاده ادماج فرنسا في المشروع هذا بتاع ميدكات باتجاه شمال اوروبا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.